خشيت أن ألا آتي وأنا أعلم أنكم ستأتوني يعني. فنجيت يعني مكرها يعني بسبب الظروف الصحية عندي، فإن شاء الله يعني نواصل في المرات القادمة تكون ظروفي أحسن، ربنا يبارك فيكم. ويعني لا أعدم دعوة صالحة منكم، ربنا عز وجل يعني يعافيني، ربنا يبارك فيكم. نعم لا أنا أتمنى ليش عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، قال ربنا الرحمن وإذا مرضت فهو يشفين. الفيديو اللي أنا عامله من باب كسب الدعاء لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، فهو اليوم منذ ساعة فقط وحاتم ابنه حفظه الله يعني كتب على الصفحة الرسمية الرجاء الدعاء لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فربما دعوة أخ أو أخت من محبين الشيخ ابتغاء مرضات الله، دعوة بظهر الغيب تكون مستجابة. فكم تعلمنا من هذا الرجل، وكم بكت العيون ورقت القلوب بسبب كلماته البسيطة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي الشيخ خيرا، أن يجزيه خيرا، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ شفاء لا يغادر سقما. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.